عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك، وعشان بحبك ماليش مكان في زعل رحم إلا حضنك، وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت أمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة عني، تضحك في وشي بمسح دموعي وبنسى ليه قللت مني، وبقول مفيش في الحب عيب، بقليلي برضى واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا، بسمعها بهدى وانسى اني عشت معك اقل من العادية، بصبر عليك من حبي فيك، هتحس مساء الخير. يقول خبراء العلاقات الزوجية أن العلاقة الحميمة بين الزوجين لها تأثير هام وإيجابي على علاقتهما الزوجية بشكل عام، ويشيرون أيضا إلى أن الجنس هو أحد مصادر القوة عند الرجل والبرهان القاطع بأنه يمتلك مقومات الذكورة، وإن ممارسة العلاقة الحميمة مع الزوجة هي حاجة إنسانية ووسيلة لإثبات الذات أيضاً. ولكن هل توجد اختلافات بين الرجل والمرأة أو فروقات فيما يتعلق بممارسة العلاقة الحميمة؟ الاختصاصيون في علم الجنس الشمولي يشيرون إلى أنه لا توجد اختلافات في ممارسة العلاقة الحميمة، ولكن قد تكمن الاختلافات في المبنى الجسدي بين الرجل والمرأة والتربية الاجتماعية. ولكن هناك فرقا جوهريا بين الرجل أو بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالرغبة الجنسية، حيث ترتبط الرغبة الجنسية عند المرأة في كثير من الأحيان بالرجل ومدى قدرته على منح زوجته الحب ولغة العيون والأجواء الرومانسية. فهناك رجال تكون الرغبة الحميمية لديهم ذات طابع غرائزي وليس من منطلق الحب، وهذا يضر العلاقة الزوجية ويباعد ما بين الرجل والمرأة. يوضح أحد أخصائي العلاقة الزوجية أن بعض الرجال تظهر عاطفتهم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، حيث يصبح أكثر انفتاحاً من الناحية العاطفية، بينما تحتاج الزوجة إلى العاطفة أولاً ومن ثم يحصل الانجذاب الحميمي، فالإطراء عليها ومغازلتها مسألة ضرورية، فهي لا تريد أن يتم التعامل معها كأداة، وكثيراً ما تكون تخيلات الزوج مرتبطة بإداء العلاقة الحميمة، بينما تتركز عند الزوجات بالإحساس بالرومانسية وبالحالة الحسية وصولاً للعلاقة الحميمية. فما الذي يريده الزوج من زوجته، وما الذي تريده الزوجة للوصول إلى علاقة حميمية ناجحة؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. آملين المشاركة عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة، ومعنا أيضا في الأستوديو الأستاذ سعد الخالدي، باحث وأكاديمي. مساء الخير أستاذ. مساء الخيرات، أهلا ست نوال، شرفتنا. وأني أحب أنوه أيضا حضرتك المدير التنفيذي للمركز العراقي لمهارات التفاوض، ومما يعطي الحق للتواصل معك اليوم لكل من لديه نزاع أو خلاف، فممكن من حضرة أستاذ سعد أنه تكون أنت مهيئ لبعض المشاكل اللي راح تطرح. مهيئ لحلول بعض المشاكل. إن شاء الله. طيب إحنا بالبداية قبل ما ندخل بموضوع الحلقة بشكل موسع، خلينا ناخذ بشكل مبسط، متى ممكن الإنسان يبدي يحدد ويقوم رغباته بشكل منطقي أو بالشكل الأقرب للمنطق؟
احنا ابتداء هذا الموضوع يعني خلينا نقول عنه موضوع يكاد يكون منغلق بالمجتمع، مع العلم انه كل شخص في هذا المجتمع هو له جانب في هذا الموضوع. نعم. لكن يكاد يكون الموضوع وكأنه من المواضيع اللي خلينا نقول هناك محددات كثيرة على النقاش بها، حتى وان كان النقاش الايجابي بهذا الموضوع. نعم. او للوصول للتفاهم بهذا الموضوع. نعم. الى درجة انه حتى بين الازواج نفسهم، بين الزوج والزوجة في بعض الاحيان او في كثير من الاحيان وليس في بعض الاحيان، هناك جهل في هذا الموضوع، الى درجة انه ما يتم نقاش، ما يتم تفاهم، ما يتم التطرق لمثل هذا الموضوع، وكأنه موضوع لا، مع العلم أنه في الحياة الزوجية هذا موضوع أساسي ويفترض ما في بين الزوج والزوجة. بالضبط، بالضبط، لأن هم مو شركاء في مشروع، بل شركاء حتى في أنفاس أحدهم الآخر. تمام. فأكو مسألة المحددات، أنه هذا نقدر نتطرق له وهذا ما نقدر نتطرق له، وبالتالي يصبح الكبت يأخذ جانب كبير من حياة كل إنسان سواء كان الرجل أو المرأة، وبالتالي الكبت هو واحد من الأمراض، راح كل شخص يجي يبحث عن طريقة لتفريغ هذا الكبت. في بعض الأحيان ينقلب إلى مجرد غريزة، يحاول يشبع هذه الغريزة بدون التفكير بالطرف الآخر. نعم. مع العلم أنه الطرف الآخر يمتلك نفس هذه الغريزة، لكن الموضوع هل نضع هذه الغريزة هي ترجمة لعلاقة؟ نعم. أو مصداق للحب والمودة اللي موجودة بين الطرفين؟ أو لا، لإشباع رغبة هذا الطرف دون هذا الطرف، فقد تشبع رغبة طرف دون طرف آخر، وبالتالي راح يكون هناك خلل في موضوع التكافؤ الجنسي بين الزوجين. وهذا الخلل في التكافؤ الجنسي، أنا قبل فترة كنت أقرأ بكتاب عن هذا الموضوع، يقول نعم. أنه الكثير من المشاكل بدأت هنا وانتهت في المحكمة. طيب إحنا قبل ما ندخل، بس نحب نعطي فكرة بسيطة، أنه الإنسان بكل مراحل العمرية صعب يكون يعني محدد أهدافه ومحدد رغباته، أو أحياناً في مقتبل العمر الشباب تقودهم الرغبة أكثر ما يقودهم مثلاً العقل والتركيز ودقة الاختيار، ويعني كل ما هنالك أنه هو يحب يحصل على رغبته. فيعني نحن بالبداية نريد نعرف متى ممكن الرجل يحدد رغبته، أو بأي مرحلة عمرية يكون هو مرتكز لحتى يحدد ماذا يريد وماذا يطلب من الطرف المقابل. هناك نوعان من النمو، سواء كان للرجل أو المرأة. هناك نمو بيولوجي، وهذا النمو البيولوجي مثل ما قلتي حضرتك انه الشاب في مقتبل العمر يحاول ان يجد طريقه لاشباع هذا الرغبه. نعم. سواء كان رجل او امراه، لكن مقابل هذا النمو البيولوجي هناك نمو روحي وعقلي. فهنا هذا النمو الروحي والعقلي اللي حكيتي عنه حضرتك، انه الموضوع اصبح مو فقط رغبه لاشباعها، بل اصبح حاجه. هذه الحاجه هي غذاء للقلب، غذاء للروح، مثل ما هي غذاء للجسد. نعم. هنا راح يكون مؤهل لإشباع هذا الرغبات. أما في المجتمعات التي خلينا نقول عنها بيها الكثير من الكبت في هذا الموضوع، ويبقى الشاب يعاني من هذا الرغبة، راح نلقى الكثير من المشاكل، سواء كانت على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. هو الفرد أكيد، الشخص اللي يواجه هيك شغلات راح يكون بمحط انتكاسات عديدة. بالضبط. كون أنه كل اختياره يتم بناء على خلينا نقول الطابع الغريزي، اللي كثير من الرجال يقادون إجباري بطابعهم الغريزي. المشكلة أنه وصلنا إلى مرحلة، خصوصا المجتمعات اللي قد نقول عنها أنه هي محافظة. هذه المجتمعات المحافظة أكثر مشاكلها هي من هذا النوع، بسبب الكبت اللي موجود بهذا النوع. وإذا رحنا عملنا مقارنة بسيطة بين فرد في بيئة محافظة وفرد في بيئة منفتحة، نعم. من الممكن أنه تناقش هذا الموضوع، من الممكن أنه تعترف بأنه هذه حاجة، هذه رغبة، سواء كانت روحية أو سواء كانت جسدية، للرجل أو المرأة. راح نلقى الثبات هنا في هذا المجتمع أكثر، راح نلقى المشاكل والخروقات حتى على المستوى النفسي. نعم. والانتكاسات مثل ما شبهتيها حضرتك، راح نلقاها أكثر بالمجتمع اللي قلنا عنه محافظ. ما هو الانتكاسات؟ كون أنه هو أساساً الشخص يحبط أحياناً. بالضبط. نتيجة يعني ممكن يكون أساساً هو نتيجة الإحباط، بس من غير ما يشعر. بالضبط، بالضبط، بالضبط. يعني هنا إحنا نسمح لكل شخص اجتماعيا انه يعبر عن رغبته
بالطعام، بالشرب، بالأكل، باللبس، بأي شيء آخر، لكن مجرد التطرق لهذا الموضوع هو يعتبر شيء وكأنه معيب أو بالضبط. مثل الخطوط الحمراء بالضبط. اللي بالضبط. ممكن هي يعني الإنسان هو يضعها لنفسه بالبداية، لأنه إذا هو كان متزوج ويعني على اتزان وارتكاز بعلاقته ممكن هو يثبت متطلباته بشكل أو بآخر، بس من دون ما يجرح المقابل. بس اسمح لي أستاذ، احنا ننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام عبر أرقام هواتف البرنامج، وأرجو أن تكون قريبة من عنوان الحلقة. ومعنا أيضا الأستاذ سعد، هو متخصص في حل الخلافات والنزاع، فإن شاء الله ماكو أي خلافات، لكن تواصلوا معنا. نرجع أستاذ لموضوع حلقتنا، نقول هل فعلا الرجال يعني يمارسون العلاقة الحميمة من منطلق سلام أحمد. الله يحفظك، تحياتي لك ولضيف الكريم، ونشكركم طبعا على هذا البرنامج الرائع الذي يخدم ابناء الشعب العراق ان شاء الله. الله يخليك، الله محييك من ذوقك ومن اصلك. الله يحفظك اختي العزيزه. طبعا انا متزوج اثنين، بس نعم. يعني العلاقه الحميميه ما مرتاح بيها دائما. ويا الاثنين؟ نعم ويا الاثنين اختي. شنو السبب؟ والله ما ادري، يعني اريد نصيحه من الاستاذ. طيب احنا راح حتى يجاوبك الاستاذ، بس احنا نريد نعرف شنو اكيد انت مشخص الحاله، واذا تشخص الحاله راح تساعدنا بوجود اجابه اقرب ل يعني خلينا نقول لحالتك. بس ساعدني، اذا انت متزوج اثنين، منو سبب الخلاف او سبب عدم الارتياح، انت ولا الزوجات؟ ان شاء الله ماكو، ان شاء الله ماكو يعني سبب ولا خلاف، بس يعني دائما يعني ما مرتاح. ما مرتاح انت تحديدا بكل العلاقه؟ اها طيب اوكي، فقدنا الاتصال ويا الاخ احمد. احمد متزوج اثنين ومن صوته هو تعبان. والله احمد يقول انا متزوج اثنين واني ما مرتاح بعلاقتي الجسديه والحميميه مع الاثنين. نعم. واحمد ما تحدث عن اي اسباب. من المفترض انه اذا كان السبب هذا الطرف وهو تزوج امراه ثانيه، من المفترض انه صار اكو تصحيح لبعض الاسباب. تمام. لكن مع بقاء الاسباب نفسها اللي جاي يتحدث عنها احمد هو نتيجه. والأسباب ما تطرق لها أحمد نهائيا، وما أعتقد راح يتطرق لها. بس أنا أعتقد يعني أستاذ بحالة وجود زوجات اثنين أكيد راح يكون الصراع الدائم بين الزوجتين، بين المتطلبات، ونحن نعرف أنه متطلبات الحياة يعني صعبة اليوم، فممكن أنه هذا الإرهاق بين العائلتين وبين الزوجتين، ولازم إذا خصوصا إذا كانوا مرتبطين بعلاقة يومية، خلينا نقول اليوم عدها واليوم عد جدول، وهذا الجدول يعني متعب احيانا للرجل، فيوصل الرجل لهكذا حاله. فكيف ننصح احمد كيف يتعامل مع زوجاته، وكيف هو خليه يرتاح بالبدايه، لانه فاقد الشيء لا يعطيه، زوجاته ايضا لازم يوفروا له الراحه لحتى يريحهم. انا ابتداء اتمنى على احمد بينه وبين نفسه انه يحلل شنو سبب عدم الراحه. نعم. هل سبب عدم الراحه هو اسلوب المعيشه اللي عايشين به بداخل البيت، لان بعض الاحيان حتى الاسلوب اللي نتعامل به بداخل البيت، اسلوب الخطاب، اسلوب الحوار بين هذول الناس يكون اسلوب غير ودي. فما نقدر نجي نتجاهل كل هذا الاسلوب وكل لحظات اليوم ولحظات الحياه اللي نمر بيها، ونجي نقول في هذه اللحظه راح تكون الحياه والعلاقه الحميميه راح تكون علاقه وديه. لا. نعم. راح تكون علاقه بين طرفين هم متنافرين اثناء اليوم. وبهذه اللحظه هم ناس يعني جمعهم عقد الزواج وقاعد يشبعون غريزه، قد تكون هذه الغريزه مرغوب بها لطرف وغير مرغوب بها للطرف الاخر. فهنا انا اعتقد الحياه كلها قاعد تلقي بظلالها على هذه العلاقه في حاله احمد. اكيد احنا راح نرجع، نبهتني على نقطه مهمه، بس خلينا ناخذ الاتصال. سعد. سعد مساء الخير. اسفين انقطع الاتصال ويا سعد، نرجو ان تعاود الاتصال بينا. دكتور نبهتني على حاله معينه، انه فعلا الانسان اذا ما كان خلينا نقول بحياته العامه مرتاح، هل من الممكن ان يكون يعني حياته الحميميه مرتاح؟ مستحيل.
مستحيل، لأن هي جزء من هذه الحياة. أنت يعني ما ممكن أنه تقضي النهار كله مع العائلة أنت فاض كلمات ما بيها نوع من الإنسانية، ما بيها نوع من الألفة، وتجي بلحظات معينة بدقائق معينة بساعة معينة تريد تكون أنه أنت بمنتهى الرومانسية وبمنتهى الود وبمنتهى العطف مع الطرف الآخر. ممكن لأنه طبيعة المرأة تختلف تماما عن طبيعة الرجل. ممكن الرجل يعتبر العلاقة الحميمة هي نوع من أنواع الصلح، انه خلص اني زعلتك وتعاركت وياك وشي، بس رجولته ما تسمح لانه يعني يعتذر، فيجي يتقرب منها بحجه انه هو يريد يصالحها ويريد يعبر عن حبه. ممكن احنا كثير من الحالات مرت علينا هيك. احنا هسه هذا من الممكن يكون، احنا بحد ذات موضوع الصلح والزعل بين الرجل والمرأة يمكن يحتاج حلقة واحدة. نعم. لأن غالبا الرجل عندنا ما يعترف بالخطأ، حتى من يخطئ ما يعترف بالخطأ، لكن يبدي شي يسوي مصاديق أخرى مصيته على بردات قديمة، هذه البردات يبدي يبدلها، قالت له صلحت الثلاجة يجيب واحدة مكانها، مصيته على نوع من الفاكهة يبدي، أو يروح لهذه العلاقة يعتبر أنه مجرد تقرب من الطرف الآخر. بس هنا أكو تراكمات معينة بقت بينه وبين الطرف الآخر اللي هو الزوجة. هذه التراكمات ما أزيلت، خل تزال هذه التراكمات حتى بعدها يقدر يشتغل في موضوع العلاقة الحميمية. بالفعل أحسنت أستاذ. بس عندنا مسج من المتصل اللي فقدناه، سعد أيضا يعاني من وجود زوجات اثنين وعنده صعوبة بالتواصل الحميمي أو التوافق بيناتهم، يعني أنه كيف يوفق الجدول بيناتهم، فيطالب من عندنا إجابة أو مساعدة. والله إحنا راح نقول له الجدول خلينا نقول عليه التقليدي المتعارف عليه إنه يوم هنا ويوم هنا. بس أنت يا سعد احكي وفق طاقاتك. وفق طاقاتك جي. هو لو ما عنده مشكلة ما كان طرحها، يعني بالضبط. جهد بالضبط. على الرجل بهكذا حالات. فهنا وفق طاقاتك أنت شلون تقدر توفق بيناتهم، ومو فقط وفق طاقاتك أنت ونهمل الطرف الآخر، لأن أنت عندك مو طرف آخر، عندك طرفين. فكل طرف إلى طاقات، إلى روحية تختلف، إلى نفسية تختلف، إلى هذا الطرف من الممكن أنه ترضي الكلمة، هذا الطرف ما ترضي الكلمة، هذا الطرف ترضي ابتسامة، هذا الطرف ما ترضي ابتسامة. فأنت تحتاج تجي تحلل أنه كل طرف أتعامل وياه بأي أسلوب، وشو النوع الرسالة اللي أوجهها لكل طرف من هذا الطرف. أستاذ، هو كل الرجال، نحن اليوم نوجه كلمة لرجالنا، أنه يفترض أن تتفهم طبيعة المرأة. المرأة مو مجرد أداة تجي أنت وفق رغباتك تمارس علاقتك وتدير ظهرك نهائياً. يعني مو هيك الموضوع. أكيد هذا بالعكس، هذا يخلق فجوة، حتى لو كانت المرأة راضية جنسياً لكنها تحتاج الرضا العاطفي أيضاً. أكو فرق بين المرأة أن تكون ما معارضة أو أن تكون راغبة بأن تكون وياك بهذه العلاقة. نعم. الفرق كبير جدا. أنت أن تكون، خلينا نقيسها على أي موقف آخر. نعم. أن تكون ما معارضة ساكتة عنك، بس هي مو جزء من العملية كلها، لكن أن تكون هي شريكة وياك بهذا العمل، راغبة بهذا العمل، مستعدة، خلينا نقول عندها استعداد نفسي، عندها استعداد جسدي، عندها استعداد روحي وياك، الفرق راح يكون واضح. طيب أستاذ اسمح لي بس ناخذ اتصال آخر ويانا. مالك؟ مالك تسمعنا؟ عليكم السلام. نحب نشكر قناة الرشيد وبرنامجكم الرائع والضيف الكريم. الله يخليك. شكرا جزيلا. أحب بالنسبة لي أنا يعني رجال متزوج. نعم. ومو قصة يعني ما مرتاح في المعاشرة الحميمية، ولكن ليس عنده قناعة، يعني ما عندك قناعة بالإنسانة شريكة حياتك، ولا ما عندك قناعة بالحالة الحميمية اللي تجمعكم، ولا حدد لي أنت تحديداً وين شايف أنت ما مقتنع بأدائها ممكن؟ لا، لأن أحب يعني المجامعة الحميمية تكون بكثرة، وهي الحالة زوجتي ما يعني ما تقدر. طيب شكلك تدور على ثانية أخ مالك. طيب عندك سؤال؟ نحتاج نسألها شريكة حياتي، لأن احتمال مالك فعلا يدور على طرف آخر. طيب أخ مالك تحب تضيف شيء آخر؟ شكرا لاتصالك، و
راح نجاوبك ان شاء الله. معروف يعني كيف ممكن الانسان يرتاح بعلاقته الحميميه؟ ابتداء مالك قاعد يحكي انه الطاقه اللي موجوده عنده هي اكثر من الطاقه اللي موجوده عند الطرف الاخر، ولذلك الرغبه اللي موجوده عنده هي اكثر من الرغبه اللي موجوده عند الطرف الاخر. اعتقد الرجل شريك بهذا الموضوع، انت موجوده عندك هذه الطاقه ذاتيا وموجوده عندك هذه الرغبات ذاتيا، فانت تعتمد على افتراض انه الطرف الاخر الزوجه من المفترض انه تكون هي بمستواك، لا تعتمد على افتراضات، لا هي لها هذه الاجواء انه يكون عندها هذا الرغبه تجاهك. وممكن ايضا احنا يعني في كثير من الحالات مرت علينا الزوج ما يقدر الانشغال والوضع اللي تحمله الزوجه، يعني انت شاركها باعمال البيت، شاركها بتربيه الاولاد، حتى ما يكون عندك يعني تفاوت بالقابليه، المراه من تتعب ما تقدر تعطيك اللي تريده، صح لو لا؟ الانسان بصوره عامه مو بس الزوجة ولا بس الزوج، دائما أكو بي بداخله طفل. هذا الطفل يحتاج واحد يقولون يطبطب على ظهره. فإذا المرأة أكو عليها مسؤوليات كثيرة، خصوصا بعد أن تصبح أم، وخصوصا إذا كانت مرتبطة بعمل وهي مرتبطة بمسؤوليات بيت ومسؤوليات تربية، فقد تصل إلى نهاية اليوم وهي منهكة جدا. فهذا الموضوع يكون غائب عنها، تعالمت بلها حياتها، شيل عنها جزء من المسؤوليات وشوف التغير اللي راح يطرأ عليها. أنا يخطر على بالي فد قول معروف جدا أنه ليس الرجل من يثير امرأة كل يوم، وإنما الرجل الذي يثير المرأة ذاتها كل ليلة. بالضبط. فأنت يا أخ مالك يفترض أنه تكون أنت تتمتع بالقدرة، بعدين حتى الحصول يعني مبدئيا واحد يفكر ينطيها فد أبعاد أخرى، أنه الحصول على رغبة الرجل حتى لو كان من زوجته بكل سلاسة وبكل بساطة راح يخلق نوع من الملل. شكو بها إذا أنت تعبت لحتى توصل لي رغبتك بشكل آخر؟ غير، لا تستخدم نفس الطريق. بالضبط. طيب كنترول، نطلع إلى استطلاع وياكم مشاهدينا الاستطلاع وراجعي لكم. أكيد أول شيء طبعا الاهتمام من رجل راح يلقى المرأة مهتمة به، يعني راح يكتفي بكل شيء من ناحية المرأة، هاي أولا. ثانيا تهتني بنفسها أهم شيء، على مود ما يعني من يلقى مرأة أخرى ما يشوفها أنه هي أحسن من هاي المرأة اللي عنده. أنا بالي أنه الاهتمام أهم شيء بهذا الشيء. أي أما بالرجل يعني الاحتواء للمرأة، تقديس المرأة، يعني تحسيس المرأة أنه هي شيء عظيم بالنسبة للرجل، يعني مو مجرد مرأة كما هوايد تصير عندنا حالات تهميش للمرأة، لا، المرأة قديسة، المفروض الرجل يقدسها على هذا الشيء. يعني هسه احنا بمجتمعنا الحالي اللي موجودين به انه اكو هواية افكار واكو هواية كل مجتمع او كل منطقة مثل ما تقول، يعني مثل ما طرحت الفكرة انت قلت اكو افكار او اشياء يريدها الرجل بالمرأة، انه مثل ما تقول مجتمعنا اللي هو العراق من شماله الى جنوبه كل منطقة او كل بيئة عايشها الرجل ممكن يتقبل، اكو رجل ما يتقبل امراه غير محتشمه، بينما باقي منطقه او مثل منطقته مثل ما تقول عايش بها ومتربي بها هو البيئه اللي هي عايش بها ممكن يتقبل هذا الشيء. ايضا اكو هواي شغلات اللي هي الشكل، اكيد الرجل انه لازم كل ما اكيد هي المراه لازم جمال اهم كل شيء، تبقى شغلات اخرى مثل اللي هي التفاهم المحبه، اكيد تبقى يعني هواي امور يعني ما تقدر تحصل الموضوع بشيء معين، اكو هواي امور وهواي افكار انه لازم الرجل والمراه يتفاهمون بيناتهم، مثل ما وجهه نظر المراه للرجل تختلف، اكيد الرجل اكو شغلات هو يريدها ويتمناها بالمرأة، وايضا كل رجل الى اخر تختلف هاي وجهه النظر. هي الاشياء اللي يحتاجها مثلا يعني المراه تحتاجها بالرجل، اهم شيء هي الحب موجود، يعني هذا شيء اساسي، والثقه والاحترام بيناتهم، والصراحه هي يعني اهم الاشياء الصراحه، لان يعني يكون صريح وياها بعده الاشياء مثلا يعني كأسلوب حياة حياته اليومية، يعني يكون صريح بيها من يعني يعيش يومه يجي يقول هي شيء كامل، حتى هي همنا تطيت بادلة بالصراحة، هاي هي أهم شيء بالتفاهم يعني بالعلاقة، يعني بتصرفاتها أكثر شيء وجمالها، هاي يحتاجها الرجل، يعني مثلا عقلها، يعني إذا كانت مثلا البنية تلح زايد يعني يسموها يعني شلون تضغط عليك، يعني انت مثلا عندك غير شغلات، يعني مثلا اذا تطلع على شيء يعني هي مثلا البنيه فارغه مو مثل الرجل، الرجل يطلع
ويمشي يعني ما عنده مجال هواي. مثلا البنيه تريد من الرجل الاهتمام، يعني الاهتمام يعني هو يجي عن طريق، هو عن طريق الحب يعني، هو اذا يحبها يهتم بها، بس هي اذا طلع علي زايد فهذا احنا ننكرها. طبعا انا بالنسبه لي علاقه الرجل والمراه انه تكون يعني مهتمه به بصوره شويه مو ملحه، راح يصير ملل بالموضوع شيء اكيد، تقدر اذا عنده ظرف لو اذا عنده شيء ايوه بعدها هم يكونوا متفاهمين عليها. الوفاء، الاحترام، شكل، اناقه، ترتيب، العمل طبعا، الثقافه، بس هاي كلها ما تكمل بدون الاخلاق يعني، وما تنفع انه وحده من عندها بس وحده مثلا، لازم كلها مستمعه. وها هي انه شكله مهم، شهادته مهمه، واخلاقه وترتيب يعني تكون مرتب وانيق، ومجال عمله يعني ممكن يكون موازي انه مستوانا اي مو اقل يعني. انه اول شيء انه يكون مهم هو انه مو بس الشكل، انه شخصيته يعني انه يكون متفهم، ويعني انه اخلاقه، مستوى المعيشه مالته، انه ما تكون اكو فرق هوايه بيناتنا. والشهاده كلش مهمه يعني، انا عندي اهم شيء انه هي شهاده، مستوى ثقافي يعني، اذا ما احب اخذ يعني ابدا انه واحد يكون ما مكمل. وترتيبه، الاناقه، يعني كلش مهمه. يعني اهم شيء بالنسبه للعلاقه المتبادله بين الرجال والمراه انه يكون اكو في ثقه قويه بين الطرفين، اكو احترام متبادل، تقاسم الواجبات العائليه، يعني انه الرجال لازم يكون له موقف داخل البيت مو بس خارج البيت، يعني يساعدها بامور البيت، تربيه الاطفال، مثل ما كثير من دول العالم يعني الرجال يستلم الحضانة الطفولة لمدة 6 أشهر يعني، والمرأة تروح تشتغل. ليش احنا ما عندنا هذا الاسلوب يعني؟ وما غير انه يعني قوة الشخصية، دائما الاناقة طبعا لها دور انه تكسب يعني ود المرأة. وما يبقى مسألة الشكل وهذه يعني، هاي شغلات ثانوية ممكن يعني واحد يغطي عليها بقوة الشخصية يعني. يعني أشوف مثلاً أنه لازم يكون عنده غيرة عليها، عنده يعني لازم يكون الثقة متبادلة والاحترام من الطرفين، أخلاق يعني أكيد يعني أخلاقه، ويعني مو مهم أنه مظهر الخارجي. مثلاً أكو هواية مثلاً رياجيل أنه يكون مرتب وشكله حلو، بس أخلاقه طبعاً ما يحترمها، فالمظهر مو يعني شيء ضروري، بس يعني يكون شعور حب متبادل من الطرفين. ورجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شاهدنا الاستطلاع، والاراء تقريبا متفقه تماما، ولا ايش رايك استاذ؟ انه متفقين تماما على انه في قواعد تسبق العلاقه الحميمه، الا هي الحب، الاحترام، الغزل، الرومانسيه، الاهتمام بالمظهر، يعني في كثير امور خطوات تسبق هذا المفهوم. اللي عجبني بالموضوع بالاستطلاع انه اكو تقريبا 3 من النساء ركزوا على موضوع الأناقة والأسلوب للرجل يعني قبل كل شيء. والأناقة طبعا ما تشمل فقط الملابس، الموضوع مو فقط موضوع شياكة ملابس لا، أناقة تعامل، أناقة كلمة، أناقة أسلوب مع المرأة. خلي نجي نشوف الروتين اللي يصيب العلاقة الزوجية ابتداء من التعامل وانتهاء بغرفة النوم. خلينا نجي نشوفهم في ايام الخطوبه، راح نلقى انه الخطيب دائما يحاول يثير خطيبته، يثيرها بانه يبعث لها رساله بوقت ما متوقعه به، رساله يتصل بها بوقت ما متوقعه، يفاجئها بانه هو واقف بباب البيت وهي ما متوقعه وجوده بباب البيت، يفاجئها بهديه وهي ما متوقعه هديه بدون مناسبه. ذني كلهن المشكله وين؟ المشكله بالرجل انه من
أثناء الحياة الزوجية يبتعد عنهن، وبالتالي يصبحون زملاء. ممكن لأنه الرجل المتزوج يشوف أنه خلاص يعني هذه صارت المرأة ملكة، وإمتى ما بده إمتى ما يحتاجها يروح يمارس العلاقة وياها من غير ما يلتفت إلى مشاعرها. وفي نقطة مهمة، لأنه المرأة يعني تبدي تحس فعلا أنه هي مجرد أداة يعني موجودة بالبيت حالها حال أي. هو هذا صلب المشكلة، أنه حس بأنه هي ملكة وحصل عليها، بعد ماكو حاجة يكسبها، ماكو حاجة يكسب مشاعرها، يكسب أسلوبها، وكأنه اشترى هذه المرأة وأصبحت مشاعرها هي رهن إرادته. يمتى يحتاج أنه يشبع رغبة جنسية هو من الممكن أنه يروح يشبع رغبة جنسية. هذا جزء كبير من فشل الكثير من العلاقات الزوجية، بل جزء كبير من الخيانات التي تحدث في العلاقات الزوجية. في كثير من الرجال يلوون ذراع زوجاتهم من خلال هذا الموضوع، هو ما مهتم بعاطفتها، ما مهتم باحتياجها الرومانسي، رأسا يريد يعني يمارس وياها العلاقة الحميمة. والمرأة يعني كائن تحتاج شوية نوع من الملاطفة قبل ما تكون المرأة. هنا وين خوفها؟ خوفها أنه يخاف يدور وحدة ثانية، فتضطر أنه تمارس معها العلاقة حتى لو كانت هي مو راضية. بالمناسبة طاقات المرأة أكثر من طاقات الرجل بهالجانب هذا. نعم. وقدراتها ومهاراتها أكثر من مهارات الرجل. في بعض الأحيان إذا شافت أنه الرجل ما مهتم وأصبح الموضوع مجرد اطمئن وأصبحت الحياة حياة روتينية بالنسبة إلها، أعتقد الكثير من النساء هي اللي تحاول تضفي لون آخر على حياتها بطريقة أو بأخرى. نعم. تحاول تدفع الرجل، تحاول تذكر الرجل، تحاول هي تفاجأ الرجل بالأشياء اللي كان يفاجئها بها سابقا. لأن إذا استسلمت وأصبحت الحياة روتينية أنه أنا زوجة وأنتظر أفعال من عنده وأنا صاحبة الردود أفعال على أفعاله، ما أعتقد راح يكون أكو توافق. طيب بالحياة. اسمح لي بس أستاذ نأخذ اتصال آخر ويانا سعاد. مساء الخير سعاد. الله يخليك، كل الهلا حبيبتي سعاد. انت اول متصلة اليوم، انا اريد تنطلقين احكي لي شكو عدك. انا ما اخذها على ذره. اها انت زوجة ثانية؟ زوجة ثانية. نعم. هو من يتم بي فضل الزوجة الاولى، انا خلاني فوق الزواج فوق الزواج. نعم فوق الزواج ما اتم بي. أنت الزوجة الثانية؟ الزوجة الثانية. طيب وهو رجع هسه مهتم بالأولى وتاركك؟ اي ما داري ما داري باوح علي كل شيء ما داري باوح علي. شنو السبب؟ أنت برأيك شنو تحليلك؟ أنت تحليلك وتشخيصك للحالة مهم، شنو اللي خلاه؟ أنا تحليلي يقدر وخلت مني يعدل. نعم. أنت عندك أولاد منه؟ عندك لعبة. طيب هاي كم سنة صار لك؟ كم سنة صار لك متزوجة؟ خلفة ثلاثة من نعم يعني متزوجة من زمان من المتزوج. عندك خمسة؟ أنا خلفة ثلاثة منه. طيب طيب تركني. تركك؟ طيب سعاد ما قاعدت توصلي لي الفكرة. تركني ما لي شغلة بي، أنا بالبيت وخاطب جهالي باقي. اها طيب انت بنفس البيت انت وياها ولا كل وحده ببيت؟ انا يعني انا يعني نفس البيت يطلعها. اها انا يا. طيب طيب اوكي سعاد تقريبا وضحت الفكره، احنا شاكرين اتصالك وراح نناقش حالتك. استاذ مثل ما سمعنا المتصله سعاد صار عندها 3 أولاد وهي زوجه ثانيه تعاني من اهمال الزوج ورجوعه او خلينا نقول اهتمامه بالزوجه الاولى على حساب عدم وجوده مع دائما في حالات الزوجتين الزوجه الاولى تحس بانه هناك شيء اهم شيء بحياتها سبق من عندها من قبل الزوجة الأخرى. فإيش راح تسوي؟ راح تحاول تغير الكثير من أمور حياتها في سبيل أنه خلينا نقول سد الضربة للطرف الآخر. وتسترجع هذه الغنيمة اللي سرقت من عندها، لأن الحياة عندها تعتبر حرب، وهذه الحرب بأحدى من جولات هذه الحرب هي خسرت. هنا بالنسبة لسعاد، سعاد اطمأنت بما أنه هي الزوجة الثانية. دائما الزوجة الثانية تقع في هذا المأزق أنه أنا مطمئنة بما أنه أنا الزوجة الثانية وأنا اللي فضلني وأنا اللي اختارني. بالضبط أنا اللي فضلني وأنا اللي. هنا يقعون في مأزق الاختيار بحد
ذاته، لان قد نعم. يكون الاختيار مجرد لوجود مشكله بين الرجل والمراه نعم. او اصبح عنده رد فعل انه يتزوج عليها. بس واضح انه بعد يعني مرور فتره طويله لان صار عندهم 3 اولاد. هنا اكو مساله نقول لسعاد، سعاد انت امراه وام امراه وام، ذول ال3 اولاد مطيتهم الكثير من حياتك كام تمام. بس ما اعرف شنو اللي مقدمته لزوجك كامراه نعم حتى تاخذين من عنده ردود افعال، هذه ردود الافعال تكون بمستوى ما تقدمينه كامراه. احنا نتمنى من النساء ان لا تنسى نفسها كامراه من تكون ام، لان لا هو طالما في زوجه اولى ما ممكن تكون هي يعني ارتخت كل الارتخاء، تعرف تماما انه في هي تنافسي يعني، وهم اشبه ما يكونون بحرب طويله الامد لازم يبقون طول الوقت يعني على تواصل وعلى مداره وشي. بس انا يعني اشوف انه ممكن الاولاد وصغر سنهم وشغالها الزائد بهم هسه، بالتالي احنا نريد نوجه لها نصح كيف ممكن تتصرف سعاد. انا اتمنى من سعاد انه تركز على زوجها مثل ما تركز على اي واحد من ابنائها، لان نفس مستوى الرعايه اللي تعتقد بانه ذول الاطفال محتاجينه الرجل ايضا بحاجته. بس واضح هي يعني شويه تعاني من ازمه نفسيه، تحسها منكسره. واضح من صوتها، من صوتها، صوتها جاي تعاني من الانكسار، تحس بانه هي تزوجت وصورت اشياء حسبتها ببالها، وبالتالي كل اللي حسبتها ببالها ما لقيته. يعني رجع مره ثانيه لمرتبه. رجع مره ثانيه. نعم. فاتمنى على سعاد انه ترجع لذاتها كامراه، والعوده الى الذات كامراه راح هل راح يرجع لك الزوج مثل ما كان؟ لا، ما راح يرجع لك الزوج مثل ما كان بالضبط. نعم. بس على اقل تقدير راح تكونين مساويه للطرف الاخر اللي هي الزوجه الثانيه. احنا ما نعرف الزوجه الثانيه شنو اللي جاي يسوي، شلون قدرت ابتداء، شلون قدرت تسترجع هذا الزوج بعد زواجه. واني اضيف على جواب حضرتك ايضا للاخت سعاد، سعاد لا تعاتبين زوجك، كوني انت يعني محبوبه، ضحكي، ابتسمي، لا تحسسي انه انت منكسره وضايجه وزعلانه 24 ساعه. المراه الزوج ما يحب المراه النكديه، يحبها صاحبه الضحكه، صاحبه ابتسامه. كما وصلني ايضا من الاخ الاعلامي عباس يقول احب من ادخل للبيت القى زوجتي مبتسمه حتى انسى كل هموم البيت وكل هموم الشارع. ونحن بالتالي يعني نطلب من نسائنا العزيزات انه قدري الوضع الخارجي اللي خارج المنزل لحتى ممكن تتوفرين اجواء مغايره للموجود برا بالشارع. استاذ بكلمه اخيره، ماذا هل ممكن تحديد رغبات الزوج وتحديد رغبات الزوجه كيف ممكن؟ انا اريد يعني تجاوبني جواب شافي لمشاهدينا، كيف ممكن يحددون رغباتهم واحتياجاتهم بيناتهم؟ ابتداء اكو موضوع انه الزوج والزوجه مو كل واحد جاي من كوكب، ذول الناس كانت عندهم فتره خطوبه وكانت عندهم فتره معاشره سواء بالحياه او بالحياه الجنسيه، فاكيد كل واحد فهم شيء من الطرف الاخر وليس كل شيء. الجوانب اللي ما فهمها من الممكن انه يسال عنها، من الممكن انه يسال عن رغبات الطرف الاخر، من الممكن انه يسال عن الاوقات اللي تكون هذه الاوقات مناسبه للطرف الاخر، من الممكن انه يعرف شنو اللي يريح الطرف الاخر. فاعتقد انه هم اقرب 2 على بعضهم لتحديد هذه الامور، لان غالبا ترك هذه الامور على الغالب مثل ما بدينا الحلقه راح يؤدي الى انه الزوجه من الممكن انه تبتسم لأي رجل، والزوج من الممكن أنه يبتسم ويلاحق أي امرأة بعد أن لقوا نفسهم في حياة روتينية، وهي الحياة الروتينية الطرفين كانوا سبب بها. طيب أستاذ، يعني نحن حتى نوصل للفكرة أكثر، كثير من الناس يقول أنا خلصت عمري ويا مرتي وأنا ما فهمها وهي ما فهمتني، فإحنا كيف نوفق بيناتهم؟ كيف نخلق لهم أو نساعدهم لحتى يخلقون هذا الجو؟ أول شيء مثل ما تفضلت حضرتك المصارحة مهمة أيضا بالضبط. وفي أيضا أكيد في مسائل نفسية يقبل عليها كل شخص من عندهم. إحنا أول ما بدينا حلقتنا قلنا الحياة تأثر على هذه العلاقة وهذه العلاقة تأثر على الحياة. فشنو الأسلوب اللي جاي أتبعه أنا بداخل حياتي؟ شنو خلينا نقول عليه الكيان اللي منطي لهذا الإنسان اللي هو عايش وياي، سواء كانت الإمرأة لزوجها أو الزوج لزوجته. نعم. شنو القيمة اللي منطيها أنه هي زوجتي؟ احنا جاي نشوف انه الكثير من الزوجات تتحدث بسخريه عن ازواجهم، والكثير من الزوجات لا تتحدث بفخر انه هي زوجة فلان. فشنو اللي خلى هذه؟ اكو مساله انه الانتماء. الانتماء لاحدهم الاخر، اذا قدر الزوج يحقق الانتماء
فهو رجل. احنا بدينا حياتنا بدينا حلقتنا فرقنا بين الذكر والرجل. اذا قدر يحقق الانتماء عند الزوجه إلي فاعتقد انه هو قدر يكسب الكثير من الحواجز اللي موجوده بينه وبين زوجته، واذا ما قدر راح يبقى انه هو شرطي موجود في داخل هذه العائله او ضابط او شخص يستخدم لغه الاوامر وعليك ان تنفذ انت يا الطرف الاخر، وبالتالي انت مو 24 ساعه واقف على راس الطرف الاخر حتى يبقى ينفذ. الطرف الاخر راح يتمنى اللحظه اللي تطلع بيها انت من البيت. فهنا حولت الحياه الى سجن. احنا هنا نحتاج انه حتى كل احنا نخطئ، تمام، نحتاج نعترف بهذه الاخطاء ونصح هذه الاخطاء. يعني من نقول الاعتراف بالخطا فضيله، مو حتى نخطئ مره ثانيه. وما راح حساب السيد باخفاق اذا قال العفو اني غلطان او يعتذر او راح اصحح اخطائي نهائيا. اني بالاخير للاسف انه انتهى وقتي، شاكره وجودك ويانا اليوم وكفيت ووفيت، وان شاء الله نشوفك بحلقات اخرى. استاذ سعد الخالدي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك ولكل مشاهدي قناتكم الرائعه، شكرا جزيلا. إذن أحبتي، العلاقة بين الزوج والزوجة بحاجة دائمة إلى الرعاية والحميمية وإلى التواصل والتفاهم المشترك. وإذا كنا نصف العلاقة الزوجية بإطارها نصف العلاقة الزوجية بإطارها العام بهذا الوصف، فإن العلاقة الحميمة بينهما بحاجة إلى مزيد من الحب ولغة العيون والرومانسية والغزل وصولا إلى قمة الإحساس بالسعادة. ففي ممارسة العلاقة الحميمة ليس هناك رجل يؤدي دور السيد وامرأة تنفذ رغباته، وإنما هناك لغة حب وتفاعل يشترك فيه الزوج والزوجة. جعل الله أيامكم ترفل بالسعادة والحب دائما، ونلتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء. تعبت منك عشان ماليش غيرك ولا بستغنى عنك، وعشان بحبك ماليش مكان في زعل رحمه إلا حضنك، وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت يمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيد.